متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. وهذه الحلقة الجديدة نتعلم اليوم كيفية نقل نبات العنب من هذا الصيص الصغير الذي لا يتسع للنمو الى صيص اخر اكبر في الحجم. كنت قد تكلمت في فيديو سابق ان عقل العنب قد نجحت واصبحت بهذا الشكل ونمت بشكل كبير. الان سنقوم بنقلها الى صيص اخر اكبر حجم كي تنمو الجذور. نقوم في البداية باحضار الرمل ومن ثم احضار هذا الصيص البلاستيكي لأنه رخيص الثمن، وكذلك نراعي عند استخدامه أن تكون الثقوب موجودة في كلا الجانبين كما نلاحظ هذه الثقوب كي نتخلص من المياه عند عملية الري ولا يسبب تعفن واختناق للنبات. نقوم بتقريبا ملء نصف هذا الصيص من الرمال، وبعد ذلك نقوم بإخراج النبات من الصيص الصغير كما تشاهدون. نحاول أن تكون الفصل بشكل جيد حتى لا تتأثر الجذور، ومن ثم نضعه في منتصف هذا الصيص البلاستيكي ونكمل باقي الحجم الغير متبقي بالرمال أو بتربة البيتموس. بعد الانتهاء من عملية النقل تصبح عقل العنب بهذا الشكل الجميل. الآن يكون لديها متسع كي تنمو بشكل جيد وتكون الأوراق بأفضل حال والعقل بأفضل حال. في النهاية نقوم بري كل النباتات بالمياه بشكل جيد حتى نعطيها فرصة للتثبيت والنمو وأن تتغلغل الجذور داخل هذا الصيص الذي يكون أكبر حجم. في نهاية هذا الفيديو أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات، ويسعدنا الانضمام إلى القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد. كان معكم المهندس مالك أبو هربي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.